الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مجلس من مجالس العلم نتدارس فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأمل فيه أن تحفنا الملائكة وأن ينزل الله علينا الرحمة والسكينة وأن يذكرنا الله في من عنده. نتدارس فيه شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الوضوء من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وعن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبما دوي ما بقي أحد أعلم به مني. لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة، وأدمي وجهه، وكسرت رباعيته، كان علي رضي الله عنه يختلف بالماء في المجن، فيجيء بترسه فيه ماء، وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجهه الدم، وعلي يمسك. فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة ولا يرتد إلا كثرة، عمدت فأخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحشي به جرحه فاستمسك الدم. يقول أبو حمزة في ذكر جرح النبي صلى الله عليه وسلم: وقد كان جرح في يوم أحد، وقال: سمع سهل بن سعد وسأله الناس. يقول أبو حازم: كنت بجواره حتى لم يكن بيني وبينه أحد، فسأله سائل: بأي شيء تمت مداواة جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سهل بن سعد: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هو الذي غسل الدم عن جرحه، ومن كان يسكب الماء، أي من كان يصب الماء على مكان الجرح، وبما دوي، يعني ما هو الدواء الذي استعمل. قال: ما بقي أحد أعلم به مني. فإن سهل بن سعد تأخرت وفاته رضي الله عنه. يقول: لما كسرت، يعني لما هشمت البيضة التي كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيضة هي الحديدة التي توضع على الرأس، يضعها المحارب على رأسه من أجل أن يتلقى بها ضربات الأعداء. وأدمي وجهه، أي جرح وجهه حتى خرج منه الدم، وكسرت رباعيته، وهي السن الذي في زاوية فمه. قال سهل: كان علي يختلف بالماء في المجن، يعني يحمل الماء ويأتي به مرة بعد مرة في الترس، يضع الماء في الترس الذي كانوا يتقون به في القتال. قال: فيجيء علي بترسه فيه ماء، وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل عن وجهه الدم، وعلي يمسك، يعني يمسك الترس ثم يصب الماء. قال: فلما رأت فاطمة
الدم يزيد على الماء كثرة، يعني بقدر ما يأتون ويصبون الماء على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدم ولا يرتد الدم إلا كثرة، حينئذ عمدت أي اتجهت فأخذت حصيرة، والحصير الفراش الذي كانوا يصنعونه من خوص النخل، فأحرقته لأنه كان من الدواء الذي يداوون به الجروح ليتوقف الدم الرماد، وخصوصا الرماد الحصير، فأخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا وألصقتها، يعني ألزقت الرماد على جرح النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتوقف الدم، فحشي به جرحه، يعني أخذ ذلك الرماد فوضع في مكان الجرح حتى استمسك الدم أي توقف الدم ولم يعد يصب بعد ذلك شيئا. فهذا الحديث فيه بيان ما بذله رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه في القتال عن دين الله والجهاد في دين الله، وما كان منه من الصبر في هذا الباب. وفي هذا الباب ذكر ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من الجراح، وفي هذا الحديث جواز التداوي، بل فيه دلالة على أنه لا حرج في أن يتداوى الإنسان. وبعض الفقهاء قالوا بأن التداوي مباح لكن تركه أفضل، والصواب أن التداوي أفضل من ترك التداوي، وليس في هذا منافاة مع درجة التوكل، فإن بذل الأسباب لا يتنافى مع التوكل، فكما أن الإنسان يبذل الأسباب في تحصيل الولد بالزواج، ويبذل الأسباب في تحصيل الرزق بالعمل والامتهان والاكتساب، وهكذا في بقية أموره يبذل الأسباب لتحصيل مقصوده، فلا يتنافى هذا مع التوكل على الله تعالى، فهكذا في باب التداوي. وبعضهم استدل بما ورد في الحديث حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلما سئل عنهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالحديث قال فيه لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، فهذا خاص بالرقى وطلبها، أما التداوي فقد قال صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء، فدل هذا على أن التداوي من الأمور المستحسنة التي يحصل بها قوة البدن، مما يمكن الإنسان من طاعة الله جل وعلا. وفي هذا الحديث فضل فاطمة وعلي رضي الله عنهما وقيامهم بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومداواتهم لجرحه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. وفي هذا الحديث جواز استعمال البيضة التي تكون على الرأس، وأنه لا حرج في استعمالها، بل في استعمالها في الحروب وقاية من ضربات الأعداء. ومثل هذا الخوذات التي تصنع والوقاية التي يضعها الجندي على بدنه. وفي هذا الحديث استعمال المجن الذي هو الترس، واستعمال سواء في القتال أو في نقل الماء كما استعمل هنا. وفي الحديث أيضا ما يداوى به
من خرج منه الدم في الزمان الأول، وفي الحديث أيضا كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث غسل الدم بالماء من أجل تنقيته وإزالته. وفي الحديث أيضا من الفوائد استعمال الحصير في التداوي بحرقه، ففيه جواز حرق الحصير من أجل أن يعالج به الجرح ليتوقف الدم. وفي الحديث أيضا غسل المرأة لأبيها الدم عن وجهه من أجل تنقيته ومداواته بذلك. وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز التداوي بالأدوية التي جربها الناس واستعملوها. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. قوله قال أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن، يعني يستعمل السواك في تنظيف أسنانه، بسواك بيده. لم يبين هذه اليد هل هي اليمنى أو اليسرى. يقول أع يعني أنه يقوم بإخراج صوت بسبب شدة استعماله للسواك. قال: والسواك في فيه، يعني في فمه، كأنه يتهوع أي يتقيأ. فقوله هنا قوله فوجدته يستن فيه استعمال السواك، وأنه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الفقهاء في أي اليدين أفضل في استعمال السواك، هل تجعل في اليمين أو تجعل في الشمال. فرأى طائفة أن الأفضل أن يجعل السواك في اليد اليمنى، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في سواكه وتنعله وطهوره، بينما رأى آخرون أن الأولى أن يستعمل السواك باليد اليسرى. قالوا: لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمين لما يتطيب به والشمال لما هو ضد ذلك. قالوا: والسواك يستعمله الإنسان فيخرج من فمه بعض ما لا يستحسن. وقالوا وفسروا الحديث الأول بأن المراد به يبدأ بشقه اليمين، ولعل الأظهر هو القول الأول باستحباب السواك باليد اليمنى. وفي هذا استدل طائفة على أن السواك المسنون هو ما كان في عهد النبوة مما كانوا يستعملونه من عود الأراكي. ورأى طائفة أن كل ما يتطهر به في الفم فإنه يأخذ حكم السواك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك. قوله إذا قام للتهجد، التهجد هو صلاة الليل التي تكون بعد نوم، وذلك أن من صلى بالليل بعد نوم يكون قد حضر ذهنه واستقرت نفسه، فيكون ذلك أدعى لوعيه وفهمه لألفاظ القرآن. وقوله في هذا الحديث يشوص فاه، أي ينظفه تنظيفا شديدا، ويشوص فاه يعني فمه بالسواك. ففي هذا استحباب قيام الليل، وأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب أن يكون قيام الليل بعد نوم. وفي الحديث استعمال السواك
عند القيام لصلاة الليل، وفيه تأكيد استحباب استعمال السواك عند استيقاظ الإنسان من نومه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم أستذكرهن، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال. قوله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا، يعني أعطاه وصية يستعملها ويفعلها، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، يعني إذا أويت إلى فراشك الذي تنام فيه، فتوضأ وضوءك. إذن أراد بقوله إذا أتيت، يعني إذا أردت أن تأتي، لأن الوضوء يكون قبل إتيان الإنسان لمضجعه، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع، يعني ليكون منامك على شقك الأيمن، أي على نصفك الأيمن، ثم قل: اللهم، يعني يا الله، أسلمت، يعني وضعت نفسي عندك، وفوضت أمري إليك، أي اعتمدت في حفظ نفسي عليك، فأنت المرجع والملاذ، ووجهت وجهي إليك، أي أن رغبتي وإرادتي إنما هي فيما عندك، وألجأت ظهري إليك، أي احتميت بجنابك رغبة، أي أملا في فضلك، ورهبة، أي خوفا من غضبك وعقابك، لا ملجأ، أي لا ملجأ ولا منجا، أي لا محل ألجأ إليه وأحتمي به، ولا منجا، يعني لا مهرب منك إلا إليك، فالأمر إلى الله تعالى. اللهم، أي يا الله، آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي صدقته وعملت به، وبنبيك الذي أرسلت، ويراد بذلك القرآن العظيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. فإن مت من ليلتك، يعني في الليلة التي قلت فيها هذا الدعاء، مت على الفطرة التي فطر الله بني آدم عليها، وإن أصبحت ولم تمت في منامك ذاك، أصبت أجرا، أي وفقت للأعمال الصالحة التي تنال بها الأجر. واجعلهن، يعني هذه الكلمات، آخر ما تتكلم به. قال البراء: فرددتها، يعني أنه بدأ يحاول أن يحفظها بتكريرها على النبي صلى الله عليه وسلم. أستذكرهن، أي أراجعهن من أجل أن أحفظهن. فلما بلغت، أي وصلت إلى قولي اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، غيرت لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فبدل أن أقول وبنبيك الذي أرسلت قلت ورسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ليس هذا هو اللفظ الذي علمتك، وإنما قلت لك وبنبيك الذي أرسلت.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى، أي إذا اضطجع وأتى فراشه الذي ينام عليه، نام على شقه أي نصفه وطرفه الأيمن، ثم قاله أي قال هذا الدعاء. ففي هذا الحديث الترغيب في أن يوصي الناس بعضهم بعضا بما يعود عليهم بالنفع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه. وفي الحديث استحباب الوضوء قبل النوم، وظاهر الحديث أنه يستحب ولو كان الإنسان على وضوء سابق. وفي الحديث فضل من بات على وضوء، وفي الحديث الوضوء لغير الصلاة، وفي الحديث استحباب أن يبات الإنسان وهو طاهر، كما أن في الحديث استحباب أن ينام الإنسان على شقه الأيمن. وفي الحديث من الفوائد استحباب أن يقول الإنسان هذا الذكر: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. وفي الحديث التسليم لله تعالى، واعتقاد أنه المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، ومن ثم يعتمد الإنسان على الله ويفوض أمره إليه. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن الإنسان يعبد الله رغبة ورهبة، ولذا قال في الحديث: رغبة ورهبة إليك. وبهذا نعلم خطأ من يقول أنا لا أعبد الله خوفا، فإن مقام الخوف من الله مقام محمود، وقد أثنى الله على الخائفين منه، فقال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن ثم نعلم خطأ أولئك الذين يقولون نحن نعبد الله محبة له لا خوفا منه ولا رغبة في ثوابه، بل المؤمن يجمع بين هذه المقامات الثلاث: الخوف من الله، والرجاء له، والمحبة له سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث استحباب أن يكون نقل الحديث بالمعنى، خصوصا في الأذكار المتعبد بألفاظها، من مثل ألفاظ الأذان، ومن مثل ألفاظ التشهد وأذكار الصلاة. فإن المستحب أن يأتي الإنسان بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يزيد فيها، فلا يصح أن يزاد في ألفاظ الأذان أو في الألفاظ المتعبد بها في الأذكار بزيادة من عند أنفسنا. ومن أمثلة ذلك: لا يستحب للإنسان أن يقول في الأذان: أشهد أن حبيبنا رسول محمد رسول الله، وإنما يقتصر على ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الأذان. لا شك أننا نحبه محبة أعظم من محبتنا لأنفسنا، ولكن من محبته أن نسير على طريقته وأن نقتدي به بدون أن يكون عندنا زيادة في الألفاظ الواردة عنه. وفي هذا الحديث أن أهل التوحيد هم أهل الفطرة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: يولد أحدكم على الفطرة، يراد به الإسلام. وفي هذا الحديث أن الأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا، فإنه لما نام على وضوء
وناما وقد قال هذا الذكر وفق للأعمال الصالحة التي ينال بها الأجر في غده. وفي الحديث استحباب أن يكون آخر ما يتكلم به الإنسان الإقرار بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تكرار الألفاظ التي يراد حفظها سواء من كتاب الله أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد أيضا مشروعية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان الصحابة يحرصون على نقل أحواله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إثبات صفة العلو لله تعالى، فإنه قال آمنت بكتابك الذي أنزلت، والإنزال يكون من العلو. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه سعادة الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم كن لنا معينا وناصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لنا معينا وناصرا. اللهم اكفنا شر من أراد بنا سوءا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من مكر بنا فامكر به. اللهم من أراد بنا كيدا فاجعل دائرة كيده تعود عليه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم املأ قلوبنا من التقوى واجعلنا من أهل مخافتك ورجائك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعلهم عاملين برضاك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.